أحبائي حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا معكم مرة أخرى في درس جديد من دروس التربية التشكيلية، والدرس 21 اللي هو التعبير بالأشكال الهندسية والعضوية الفارغة المتماثلة. قبل ما نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات الخاصة بهذا المستوى هذا، وبالتالي غتستفدوا منهم أكثر وغادي يكونوا متواجدين وحاضرين معكم فوقاش ما بغيتوا تخدموا التربية التشكيلية. قبل ما نبداو، لا تنسوا، انا بغيت نقول لكم زعما ما تنسوش اننا حنايا قراب نكملوا المقرر، ما باقيش بزاف، تفهمنا ما باقيش بزاف، وبالتالي تقدروا نتوما تستافدوا من الفيديوهات كاملين، لان هذا المقرر هذا الفيديوهات ديالو كاملين موجودين. والفيديو الا ما لقيتوش شي فيديو موجود، ما عليكم الا تكتبوها لي في التعليق وانا نعاود نعدل داك الفيديو مره ثانيه ونعاود نحطو لكم وصافي باش تستافدوا كاملين بكم. اذا اولا بادئ ذي بدء، نبداو بهذا بالخدمه ديالنا بالعمل ديالنا اللي هو مطلوب مننا، اللي هو التماثل. وطبق التماثل. التماثل هو ان ملي كتكون عندك واحد الشكل كيكون يعني الشكل المتماثل هو شكل كتلقى كيف اليمين ديالو كيف الشمال ديالو، بحال مثلا شي مرايه واقف انتينا قدامه وكتشوف الشكل ديالك اللور. اذا هاد الورده هذه غادي نطبقوا فيها التماثل، وحنا هادو الاشكال غنطبقوا فيهم التماثل. وكاين بعض الاشكال اللي فيها اكثر من تماثل واحد، مثلا هذه الخط ديال هذا التماثل هو هذا، يقدر يكون مثلا هو هذا، يقدر يكون هو هذا، هذا كامل هذا كيتسمى محور التماثل. بالنسبه للمثلث هذا عنده محور واحد هو هذا الوسطاني، بالنسبه للمربع عنده اربعه محاور تماثل، ها هما أربعة محاور تماثل، وهو الشكل الوحيد اللي عنده أربعة المحاور للتماثل. أما هذا الشكل العضوي فعنده محور تماثل واحد، هادوما هما المحاور للتماثل. وهذا هو أطبق التماثل. ما معنى محور التماثل؟ هو ديك الخط اللي إذا طويتي عليه الشكل كيعطيك شكلين متطابقين بحال 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 هذا بحال هذا، قد قد بحال هاد النص بحال هاد النص، مثلا هاد التفاحه ولا هاد الشكل الا طويتو في هاد الخط هذا غيعطيني قد هذا قد هذا، كذلك الاشكال الاخرى. اذا قال لك ابتكر نظارات شمسيه وعطاك المراحل ديال التقطيع. مراحل ديال التقطيع يعني انتينا كتعمل اللي بغيتي، اما تقطع الدائره اما المربع اما المثلث. عندكم واحد الورقه في الاخر ديال الكتاب اللي هي ها هي، انا ضد صراحه الله ديك التقطيع ديال الاوراق، ولكن ضروري خصنا نقطعوهم لان هذا شكل ضروري خصك تعدلو. اذا غنطويوه على المحور ديال التماثل، واخا هو ماشي متماثل، شوف هذا راه طويل على هذا، مع النغارد غادي نحاولوا نخرجوا هاد النظارات. يعني هما اصلا عاملينه صغير، انا اصلا انا عاد كملت على بابا مشيت نقطعو قطعتو شركتو، وغادي نقطع النظارات على حسب، بعدا نقطع المربع الاكبر. ماشي مشكل بحق، انا غنحاول ما امكن نوقفها فين هنا نقطع باش تجيني قد هذه قد هذه، ندور هيدايا. ما عرفتش علاش عاملين ديك الطرف ناقص، هو كيقول لك قطع وعدل النظارات. تقدروا تطبعوا عليهم بالانسخ، طبعوه بالانسخ وتعدلوه على ورق مقوى وتخرجوه منا، من الاحسن تعدلوا على ورق مقوى ملون وتلبقوا وتلعبوا بها يعني بحال النظارات الحقيقيه. ها هي انا حاولت ما امكن نعدلها انت والو ما تعدلتش، ما عندها غرض، المهم انكم تطبقوا الفكره وصافي. ومن بعد غادي نطوي هذا المربع هذا، غنطوي عاوتاني على جوج، وغادي نختار اما نقطع المربع اما نقطع الدائره اما نقطع المثلث. كنظن كل شيء كيقول خصو الدائرة ولا المربع، الدائرة
المهم انا نقطع الدائره وانتم قطعوا اللي بغيتو، ما يمكنش تقطعوهم كاملين، خصك تقطع يا المربع يا الدائره يا المثلث. انا قطعت الدائره وحنا غنفتحوها. هذا هو التماثل، ملي كتفتحها كتلقاهم قد قد، وملي كتفتحها واخا حنايا هاد الكتاب اللي عدلوه هنا ما قد قد ما والو، ها هي النظارات ديالنا، ها هو فرحان بهم سعدات بهم. هذا هو الدرس، يعني ماشي شي حاجه سبيسيال. قبل ما نخليكم غنكرر لكم داكشي اللي قلت لكم في الفيديو السابق، نتوما على ابواب امتحانات الدوره الاولى، فارجوكم ارجوكم ارجوكم يعني خليو هادشي على جنب. اللي الا قال لكم الاستاذ عدلوه عدلوه طوال 5 دقائق دغيا دغيا تك 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 تك، وحطوه على جنب وجهزوا ووجدوا التمارين ديالكم وراجعوا وحفظوا الدروس ديالكم باش ما تمشيو من الامتحانات تلقاو راسكم حافظين. كيقول المثل عند الامتحان يعز المرء او يهان، عند الامتحان في الامتحان كتعرف القيمه ديالك وكتعرف شنو وجدتي وشنو ما وجدتيش، كتعرف الاجتهاد ديالك شنو غتحصل في ديك الاجتهاد ديالك. كان الاجتهاد قليل غتحصل نقاط قليله، كان الاجتهاد كثير غتحصل نقاط كثيره. ان شاء الله بحول الله ملي غنساليو هاد المقررات ديال التربيه التشكيليه كامله غادي نبداو ان شاء الله المقررات ديال الرياضيات، وعاوتاني نساليو الرياضيات نبداو العربيه، وهكذا حتى نساليو حتى يكونوا عندكم جميع الفيديوهات ديال المقررات الدراسيه كامله. نبداو بالتحضيري وحنا ماشيين حتى الرياضيات ديال السادس كامله، والمراجعه وكل شيء بالتمارين بالتخريج وكل شيء ان شاء الله. اذا في على امل اللقاء بكم في فيديو قادم ان شاء الله احبائي حبيباتي، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.